بجانبه عند فيصل ابو شرف، مقطوعه تعود عند المنتخب العراقي. البدايه مهمه للعراقي، الحذر من الكرات المرتده، هنا اخطرهم حسين خضير الى بلند، تعود الكره هنا من محمد ابو النادي، تعود عراقيه المنتخب العراقي، بدا يضغط المنتخب العراقي وتسديده ولكن بعيده كل البعد عن الحارس احمد اجعيدي. اول الفرص عند المنتخب العراقي، منتخبنا استعادة لقب البطولة. في الأمام خاطئة، تعود عراقية عند علي محمد، علي ملعوبة باتجاه نهاد، ملعوبة ركلة الحرة المباشرة، ملعوبة الكرة في الأمام ولكن ليث أبو رحوس، تعود مجددا عند المنتخب العراقي في الجهة اليمنى، المراوغة والتقدم ولكن يقدم أداء طيب. رامي التماس لمصلحة المنتخب العراقي، منتخب الإماراتي أيضا ليس بالمنتخب السهل تحت قيادة المدرب، هدفين لهدف لمصلحة المنتخب العراقي. انتظار الوقت المحتسب كوقت، طويلة في الأمام تبقى عند المنتخب العراقي وتسديدة قوية، يا سلام يا جعيدي، يا سلام يا أحمد، تصدي ولا أروع من الحارس المتألق هنا أحمد جعيدي، قوية كانت التسديدة وأحمد جعيدي لبس الكرة في اللحظات الأخيرة. هنا اللاعب علي محمد صاحب التسديدة الأخيرة، شوف هنا أحمد أنقذ المرمى في اللحظة الأخيرة، كانت تحتاج إلى لمسة وكانت موجودة من أحمد، دقيقة ونصف متبقي على انتهاء الشوط الأول، 3 أهداف. هناك تبديلات لمنتخبنا مع بداية الشوط الثاني، صار أمام المنتخب السوري، هنا انطلقت هجمة عراقية في الجهة اليمنى، لعوبة الكرة والتوغل ولعوبة الأرضية ولكن في الوقت المناسب محمد أبو النادي من أمام باتجاه كرار محمد، يعيد الكرة إلى علي محمد، هنا علي ما فيها شيء، تعود مجددا وهنا سيف درويش من أمام علي محمد، يراوغ علي، يتقدم علي، مقولة في الجهة اليسرى بعيدة 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 عن اللاعب كرار محسن، وتعود رمية تماس لمصلحة منتخبنا. شاهد سيف ثاني، هنا تبديل قادم في صفوف المنتخب العراقي، خروج اللاعب علي محمد في هذه اللحظات.